يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يطلبون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا أن هلموا إلى حاجتكم. قال: فإذا فرغوا رجعوا أو صعدوا إلى ربهم وهو أعلم بهم، فيسألهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوك. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك ذكرا وأعظم تمجيدا. فيقول الله عز وجل: وما يطلبون؟ فتقول الملائكة: يطلبون الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول الله عز وجل: ومما يستعيذون؟ فيقولون: يستعيذون بك من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد منها خوفا وأعظم منها هربا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب فيهم فلان إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. الثبات على الدين أمر عظيم، وذلك لأسباب عدة، منها أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين والمؤمنين ألا يلاقوا ربهم عز وجل إلا بالإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن ربنا عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يا أخواننا، المسلم يسعى أن يعيش على هذا الإسلام حتى يلقى الله عليه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: ومن كرم الله سبحانه وتعالى أنه إذا عاش العبد على شيء زول حياته بالدين وطاعة لله سبحانه وتعالى، أن من كرم الله عز وجل أن الله يوفقه فيتوفاه على الإسلام. عشان كده دي نعمة كبيرة ربنا امتن بها سبحانه وتعالى على المؤمنين. والآية دي بالذات جاءت يا أخواننا في غزوة أحد. هذه من الفوائد التي استفادها المسلمون في غزوة أحد. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ودي أخواننا فيها فائدة إن الدين ما فرق الناس، ما زي ما بقولوا كثير من أعداء الدين اليوم إن الدين سبب في تفرقة الناس. الصحابة رضي الله عنهم الذين جمعهم هذا الدين والذي محى العنصريات والجاهليات والقبليات والنعرات والحروب الطويلة التي كانت تقوم لأسباب تافهة، أسباب قبلية، كتلوا منا نزول دايرين منهم دين مرة لغاية ما وصل بهم الحال إنه حرب تدوم 40 سنة في فرسي سبق فرسك، ناس بتجاروا صبقوا دوروا معاه. الإسلام جمع بين هؤلاء جميعا، ولذلك الدين يا أخواننا ما فرق الناس وإنما يجمع الناس. لكن يا تناس ديل الناس اللي بيقبلوا بكلام الله، أما زول ما داير كلام الله، ربنا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. المهم فربنا سبحانه وتعالى أمرنا إننا نثبت على الدين. ثانيا لكثرة الفتن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم قال بادروا بالأعمال، يعني كل ما تلقى طاعة سابق له وكل ما تلقى معصية أبعد منها. بادروا بالأعمال فتنا، يعني كأنه أنت مسابق مع الفتن وداير تسبق الفتن كقطع الليل المظلم. قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فتن كثيرة، حتى جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال حتى يمر الرجل بالقبر فيقول يا ليتني كنت صاحب القبر، يا ريت لو كنت أنا المدفون في القبر ده من كثرة الفتن وشدتها. قال تمر الفتنة بالرجل فيقول هذه مهلكتي، قال بس الله يمرقني من دي. قال ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فتن كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه، تخيل قبال 14 قرن، النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يوم فزع بالليل ويقول أيقظوا صويحبات الحجر، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتن، الفتن دي أخواننا بتخلي الزول يخاف ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. عشان كده الإمام النووي رحمه الله قال في معنى هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، قال معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة والمتكاثرة. قال وهذا لعظم الفتن، يعني يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، قال وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. زول في يوم واحد صلى معاك الصبح وزول تلقاه يمكن يكون ماسك الحلقة بيعلم الناس التجويد والقرآن ودين، انقلب. عشان كده كان عامة أيمان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة
لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. السبب الثالث أزول يا أخواننا بيحرص على الثبات، لأن سنة الله سبحانه وتعالى الجارية في خلقه أن يمحص ويختبر المؤمنين، وأن يعرض عليهم الفتن حتى يبتليهم ويختبرهم. ومصداق ذلك في القرآن، قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت قال بس تقول أنا مؤمن ونحن مؤمنين وطوالي تموت كده باردة لغاية ما تلقاها الجنة قدامك. ولقد فتنا الذين من قبلهم، ما برانا نحن أخواننا، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يا أخ ربنا ابتلى الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ربنا ابتلى الأنبياء ابتلاءات عظيمة. طيب كذلك ربنا قال ما كان الله ليذر المؤمنين في غزوة أحد سورة آل عمران، ما كان الله ليذر ديل الصحابة أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. عشان كذا أخواننا الفتن اللي بنعيشها نحن الليلة دي ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي بها الناس، ولا تحسب هذه الفتن شرا محضا وإنما فيها خير، إنه ربنا بيبتلي المؤمنين ويزيدهم ثبات، وربنا يعلم الصادق من الكاذب ويفضح الفاجر من الصابر. قال ابن كثير رحمه الله أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. فالفتن دي أخواننا ما بتقف، زي ما قالوا الغربال ده شغال، الغربال شغال فتن. بعد ذاك ربنا يصطفي لدينه من يحب، واعلم أن من سقط في الفتن ما سقط إلا لهوانه على الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني ذكر أناس كثير ابتلاهم، منهم من صبر ومنهم من وقع في الفتنة. طيب بعض الأمثلة يا أخواننا لأهل الثبات، برضو ممكن نذكر من الأسباب بعد هذا التي تعين الإنسان على الثبات على الدين. عشان أنت تثبت وتعرف أن الطريق ده ما براك فوقه، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة ذكر لنا الشرع قصصا لبعض المؤمنين من غير الأنبياء حتى يكونوا قدوة للناس، عشان تثبت وأن تكون أنت من يحمل هذا الدين في زمن يتخلى فيه كثير من الناس عن الدين، وفي زمن يحارب فيه كثير من المجرمين الدين، فأنت تكون ثابت الطريق ده ما أنت فوق براك. طيب من هذه القصص التي ذكرها الله في القرآن قصة السحرة، لما أرسل الله موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، والقصة معروفة عند الناس،
وربنا ذكر في كثير من صور القرآن. وفرعون كابر، وموسى عليه السلام جاءه بالمعجزات والآيات الواضحة حتى استقر الأمر على المناظرة. وكان قوم موسى وقوم فرعون في ذلك الزمان يغلب فيهم السحر، فبعث الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بمعجزة تغلب هذا السحر. ربنا سبحانه وتعالى قال، وده شاهدنا من القصة، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وده عند العلماء بيسموه سحر التخيل. قال ابن كثير وهم كثر السحرة كتار، قال ولهم حيل، جاءوا بالزئبق فوضعوه على الحبال والعصي فكانت تضطرب من الزئبق فينخدع الناس، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وطبعا يا أخواننا موسى عليه السلام ما خاف من سحرهم ده، مؤمن عادي ما بخاف، خليك من النبي من أولي العزم الخمسة من الرسل، وإنما خاف أن ينطلي هذا الشرك والكفر على قومه كما قال العلماء رحمهم الله. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. أبطلت سحرهم، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وربنا قد يبتلي بعض الناس بأنه يعملوا له سحر، ده برضو من البلاء، وقد يعملوا لك قريب، فما تجزع وما تخاف، لأنه ربنا قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. وربنا قال عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالساحر مخذول، وإذا قرأ عليه المؤمن القرآن بطل هذا السحر بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا قال فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال يعني فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم. شوف التكبر ده كيف، يعني أي حاجة لابد يأذن فيها فرعون، يحدد لهم دينهم ده عامل كيف وماشي وين إلى آخر. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. كذاب أفاك، ما كان إلقاء موسى لعصاه وابتلاع العصا لتلك العصي والحبال ما كان سحرا، وعشان كده السحرة قاموا شنو؟ فألقي السحرة سجدا، لأنه عارفين إنه الشغل ده ما شغل سحر، عارفين شغلته. فرعون خاف على إنه الناس ديل يرجعوا ويتركوا عبادته هو من دون الله، فقام قال يجيب له شبهة. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قام فك الشبهة دي. وفي آيات أخرى ربنا قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. قال انتوا أصلا متفقين، زي ما بيقولوا نظرية المؤامرة، مش يظل ما في مؤامرة، دي معجزة البشر ذيل كلهم ما بيقدر يوقفوها. قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قال العلماء وكان فرعون أول من أنشأ الصلب، إنه يصلب الناس، وفي جذوع النخل معناها على. ودي أخواننا من الآيات التي تؤيد العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله في السماء.
وده معنى الآية آمنتم من في السماء، أي على السماء وفوق السماء، وفي لا تفيد داخل، يعني لأنه في ناس، بعض الناس والفرق الضالة قالوا لا إنت لو قلت في السماء في تفيد الظرفية يعني جوه، لا باطل، لأنه هنا الآية ربنا قال شنو؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على ما جواها، ما بيحشيهم جوا، عليها برا. وربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني عليها ما جوا الأرض. المهم قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. قالوا ليه يا فرعون؟ نحن ما بنختارك، تهديدك ده نحن ما خايفين منه، وتهديدك ده نحن ما بنخلي له البينات جاتنا. قالوا لن نؤثرك، أي لن نقدمك ونختارك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. والذي فطرنا قيل هو قسم، يعني والله الذي فطرنا وخلقنا لن نختارك أنت على ما جاءنا من البينات. وقيل والذي فطرنا أي لن نختارك أنت على البينات وعلى الخالق الرب سبحانه وتعالى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شغلتك دي حدها الدنيا بس. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ده في الدنيا ما عندك تاني علينا تحكم أو شيء. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، يعني الشرك والسحر، وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما، شوف دارين يقتلوه وبعد ده بيوعظوا في منه، بيوعظوا في فرعون. قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، يعني أنت تلاقي ربك ثابت على الدين وعلى الإيمان، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن. العلماء قالوا لما سجدوا رفعت لهم منازلهم في الجنة، ربنا بثبت المؤمنين. ففرعون قتلهم حتى لقوا الله سبحانه وتعالى، لقوا الله على الإيمان وعلى الإسلام في ذلك الزمان، وهو دين موسى عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف كانوا في أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. إيمان جد، وده حيجينا من أسباب الثبات إنه الزول يا أخواننا يكون إيمانه تمام. واحد يقول لك والله يا أخي الله يهدينا يا أخي، ربنا ابتلانا بصعود. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتلى المرء على قدر شنو؟ قدر دينه. أظن ده دينه قدر الصعود بتاعه ده كويس. يا أخ ناس ابتلوهم زي ما حيجيك بعد شوية، ناس ابتلوهم يقتلوهم عديل، انت مبتلى بتنباك وبسيجارة يقول لك والله ما قادر أخليها، انت معنا راجع إيمانك كويس. ده مثل الناس اللي ثبتوا لغاية ما دخلوا الجنة. نموذج ثاني قصة الغلام والساحر والراهب، وجاءت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، وذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البروج من حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه. قال كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، كان في ملك وعنده ساحر شغال بالسحر، وهو يدعي الربوبية هذا الملك. فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت
فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه السحر. قال: وكان في طريقه الغلام يعني إذا ذهب إلى الساحر راهب. قال: فجلس إليه فأعجبه كلامه. فكان إذا جلس إلى 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 الراهب تأخر على الساحر فيضربه الساحر، وإذا رجع إلى أهله جلس إلى الراهب فتأخر على أهله فيضربه أهله، فشكى إلى الراهب فقال له: إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. قال: فبينما هو كذلك إذ مر يوما في الطريق وقد سدت دابة عظيمة الطريق على الناس، دابة عظيمة وقفت في طريق الناس فمنعتهم من الجواز يعني من المشي. فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أو أمر الساحر. قال: فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. قال: فرماها فقتلها ومضى الناس. فقال الراهب: يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. ودي أخواننا فيها فائدة، إنك لما تمسك الدين ده أعلم إنك حتبتلى، لابد تبتلى. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في البخاري في كتاب الوحي، وذهب إلى ورقة بن نوفل ابن عم خديجة وكان يقرأ النصرانية، فلما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له في الغار قال: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. دي سنة يا أخوان. فقال له: يا بني إنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. قال وقال: فسمع بذلك رجل كان جليسا للملك وكان قد عمي. قال: فأتى إلى الغلام وجاءه بهدايا كثيرة وقال له: إنما ترى هاهنا أجمع لك إن أنت شفيتني. وبعد ده بيجي التوحيد النجيط. قال: إني لا أشفي أحدا وإنما الذي يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله شفاك الله. شوف الغلام ده كيف. الليلة في ناس يقول لك فاتحين لها شنو؟ فاتحين لها مراكز، يقول لك يقاولوك جنى بوقيتين ذهب الولد، والبيت بوقية ذهب، تمشي تجيب وقيتين ذهب عشان يدوك ولد. ربط الناس بالمخلوقين. واحد منتشر في وسائل التواصل بيتكلم مع شيخه، قال له: يا شيخ انا جيتك وانا مكسر تب. قال له: وفي ناس جوك من ودراء، ناس جوك من الابيض، وناس جوك من وين؟ انا ارجع مكسح كده؟ الكلام ده كيف؟ الكلام ده شرك، والكلام ده شرك اسوأ من شرك المشركين الاوائل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أحد قال له: ضع يدك على موضع الألم ثم قل بسم الله ثلاثا وقل سبعا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكان إذا قرأ على أحد قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشافي هو الله. شوف الغلام ده صادق وبيعلق الناس بربنا سبحانه وتعالى. عشان كده أي دعوة
أو أي دين تلقى فوقه تعليق البشر بالأموات ولا بالقبور ولا بالأشجار ولا بإنسان أو بمخلوق، أعلم إنها دعوة شركية وباطلة وربنا ما بينصره أبدا. عشان كده الغلام قال إني لا أشفي أحدا، علموا أول حاجة إنما الذي يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله شفاك الله. يا أخي المؤمنين ذاتهم ربنا ابتلاهم وثبتوا ناس إيمان إيمان عظيم، إيمان ما تعبان، كما قال الله عز وجل عن بعض الناس: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. كويس، فالزول يا أخواننا يكون ثابت دينك ده، ما يغيروا لك كلام ولا تغيروا لك قروش ولا تغيروا لك مواقف ولا كلام ناس، وإنما أنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الدين وترجو به أن تنجو أمام الله يوم القيامة. قال فبرأ، لما آمن بالله ربنا شفاه. قال فذهب جليس الملك فجلس كما كان يجلس، فقال له الملك قال من شفاك؟ قال ربي. ذا كمان مسك العقيدة بقى نجيط أصله ما رجع لورا. قال وهل لك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. قال فأخذه فعذبه. فدل على الغلام، فجيء بالغلام فقال يا بني، شوف الملك ده ذاته مجرم كيف، قال يا بني لقد بلغ من أمرك أنك تشفي وتفعل. فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا، ما غير كلام. تلقى في ناس عنده 600 كلام، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذا الوجهين جدير أن لا يكون عند الله وجيها. قال إني لا أشفي أحدا وإنما الذي يشفي الله. قال وهل لك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. قال فما زال يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المئشار على مفرق رأسه. ودي أخواننا الناس لابد يقيفوا عنده. قال فقيل له ارجع عن دينك فأبى، قال فنشر بالمنشار حتى وقع فرقتين، مات على الدين الصحيح. أسي الليلة كثير من الناس ابتلوا في لقمة عيشه، يقول لك نحن ذاته الدين خلينا الدين بالطريقة دي، والدين حق ديل جابوه نزلوهم ياخذ نشروا عديل في الدين، قطعوا اثنين، قال له ارجع عن دينك، قال ما برجع. وده يا اخواننا بذكرنا بحديث ابن عباس الطويل، حديث ابي سفيان، لما النبي صلى الله عليه وسلم رسل لهرقل كتاب يدعو للاسلام، هرقلي عاقل لكن مخزول، قام قال لهم داير لي زول ودعم الذي يزعم انه رسول. ابو سفيان كان في البلد دي، قاموا جابوا وخدت وراه اصحابه وقام جاب ترجمان وقال قول لاصحابه ديل الزول ده لو كذب علي في حاجه وروني. قام سالوا اسئله تدل على ذكاء هرق، وامن هرق في البدايه، فلما اختبر الروم ودعاهم الى الاسلام فرفضوا الاسلام وحاسوا حيصه الحمر ارتد وترك الدين من اجل الملك، قبحه الله. المهم قام سال ابو سفيان قال له عن النبي عليه الصلاه والسلام ورسالته كده، من ضمن الاسئله قال له هل يرتد احد من اتباعه سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قال لا. بعد ما تم الاسئله قام هرقل جاوب لابو سفيان، قام قال له وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلت لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. الكلام ده قاله هرقل كافر، شوف الكلام ده كيف. فهنا شقوا اثنين،
ثم قيل لجليس الملك قال له ارجع عن دينك فأبى فجعل فوضع فيه المئشار قال فجعل فرقتين ثم أتي الغلام جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى بعض أصحابه الملك فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به ذروة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. غلام، عشان تعرف إن يا أخواننا الحرب في العقيدة حرب ضروس، وما أخذتهم رأفة بالغلام. قال فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. قال فرجف الجبل وسقطوا وجاء إلى الملك يمشي. أول حاجة ده يا أخواننا فيه إنه الإنسان لما يقع في الشدائد يمشي لله، وربنا سبحانه وتعالى بيفرج عنك، ما عليك السبب وإنما عليك الطاعة. ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقعت في ضيق، في مرض، في أي مصيبة من المصائب، ما تمشي للقبور، يقول لك إذا أعيتك الأمور فعليك بأصحاب القبور. يا أخو صاحب القبر ذاته في شدة الآن، هو ذاته محتاج، لو رجعوا للدنيا بيكون في شغلته. ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والآية دي استدلوا بها العلماء على أن المضطر أرجى في قبول الإجابة الدعاء وإجابة الدعاء. يعني أنت لو كنت في مرض وفي شدة وفي حمى وما عندك ولد أو داير قروش أو مزنوق أو إلى آخر، هنا دعاءك شنو؟ مستجاب، لأنه ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فدعا الله سبحانه وتعالى فجاء يمشي. بعدين شوف الغلام يا أخواننا ما كان دار ينجو بس، لأنه تاني جا راجع للملك. والله أسي نحن الكبار ديل لو كان ربنا مرقنا من الورطة دي تاني للملك ولا مدينة الملك ولا بنجي بجنب ذاته. جاء راجع عديل، قال ما فعل أصحابك؟ ما قال لي سألت الله وربنا رماهم أو أديتهم فاتحة كده لما وقعت. ما هسي في ناس بيقولوا كده؟ والله واحد قال اللي بيخش طريقتنا قال فإن الله يجتبيه وإن كان فاسقا مبتدعا فإنه يموت على حسن الخاتم ويسلك في سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ما سمعت في بيسموها مدحة قالوا عصاة تشرب الدكاي مع الصديق سديد الراي؟ الدكاي ده المريسة، قالوا واحدين بيشربوها عديل ويوم الغيبة يبعثون مع أبو بكر الصديق. يا ناس والله صحيح بيشربوا الدكاي، أنت بتشرب في مصيبتك دي وداري يحشروك يوم القيامة مع أبو بكر الصديق؟ يا أخواننا ده ما لعب. عشان كده الدين لما بيقى بالهشاشة دي، الليلة سمعنا ناس كتار يطعنوا في الدين ويطعنوا في القرآن وزول بيسألوا ما في، دي للأسف الشديد. فجاء راجع للملك، قام دفعوا لناس تانين قال لهم احملوه في قرقور، والقرقور هو نوع من أنواع السفن، ثم توسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فأغرقوه. قال فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. قال فانقلب القرقور وخرج من البحر. كيف؟ احنا ما عارفين، لكن نصدق أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام ده كيف ربنا نجاو. انت لو بقيت في مصيبة ما داير بينك وبين الله واسطة، وده السبب بتاع الشرك. الزول يقول لك ان احنا حفلة ما خليناها، ومبارح اتجادعنا بالبيض والدقيق والموية الباردة والتبرج، والله ده عنده ناس واصلين، احنا ما بننفع، احنا شغلتنا جايطة. اها الحال شنو؟ يقول لك احنا نمشي للجماعة الصالحين ديل عشان يوصلونا. يا دوب انت المشيط غلط والله. وده كلام المشركين، ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ما محتاج لواسطة ترفع يدينك تسأل ربنا، وما محتاج يكون عندك لغة عربية ولا فقيه ولا كده، تسأل الله سبحانه يا الله أهديني، يا الله اديني قروش، يا الله اشفي والدتي، يا الله أفعل أفعل. ترفع يدينك وتسأل ربك. ربنا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فتسأل الله، الله بديك. ربنا خزائن ملانا، ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة في الجنة وهم بيستأنسوا ويتذكروا أحوالهم في الدنيا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كويس. فسأل الله ربنا نجاه، جل الملك فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني ثم خذ سهما من كنانتي وضعه في القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني به فإن فعلت ذلك قتلتني. قال بعد ذاك الملك عمى خلاص، قام جمعوا في صعيد واحد، جمع الناس في صعيد واحد وصلب الغلام، علقوا فوق وشال سهم من كنانته، ده ذاته يدل على انه الغلام ده فارس، صح ولا ما صح؟ غلام وعنده كنانه وسهم. اسي يا اولادنا الصغار لاسي بيحضر في الكرتون، لاسي ساكله كديس وفر، بالليل ما بيقدر يجي لانه بيخاف، هو براو والله كبار تلقاه بيخاف ما بيجي الصلاه، بيخاف كبير تلقاه بيخاف. شوف شوف التوحيد ده بخلي زور راجل كيف، هو صغير وبعد ده عنده سهم وعنده كنانه، والله دي رجاله عجيبه خلاص. كويس. قال فوضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه به. قال فوقع في صدغه. قال فوضع الغلام يده على صدغه على موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فجيء إلى الملك فقيل له إن أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله وقع الذي كنت تحذر، قد آمن الناس. بعد ذاك أمر بالأخاديد فخدت، وهي الحفرة المستطيلة كما قال ابن كثير رحمه الله في الأرض. كويس. أو كما قال النووي. وبعد ذاك بيقول لهم مروهم فليقعوا في النار بعد ما ولعوا النار. يقول لك اقع، أبيت تقع بتفروك، لكن أول حاجة بيقول لك اقع. قال حتى جاءت طفل امرأة تحمل طفلا رضيعا، قال فتقاعست يعني اتلكأت وكرهت أن تقع في النار، فقال الغلام الرضيع لها يا أمه أثبتي فإنك على الحق. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ربنا قال وما نقموا منهم إلا شنو مشكلتهم معهم شنو؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن قصة بتاع الثبات وتأييد من الله سبحانه وتعالى، قصة عجيبة. نحن دارين أولادنا ديل يسمعوها، ودارين المسلمين كلهم يسمعوها، وإنه دي الحياة العظيمة، الحياة بتاعت الدين. ولو شوها من بعض الناس فإن هؤلاء أصلاً ما جاءوا بدين صحيح، دين صحيح الجبه والرسول عليه الصلاة والسلام ما جابوا، عشان يجينا واحد يتفلسف ويحاول يطعن بذلك في دين النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخ واحد بيقى جريء يقول إنه صورة المسد دي، قال دي أنا ذاته كلام فارغ ما بحفظه، وهو أبلد من حمار أبيه. يا أخ صورة المسد دي معجزة، معجزة. زول النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار وهو ماشي بكرعينه،
الزول ده لو أسلم كان بيطلع على القرآن ده غلط صح؟ ما ربنا قال سيصلى نارا ذات لهب. الآية دي لما نزلت هو ماشي بيكر عينه. بعد ده هو سمع الآية دي ومرته سمعت وما أسلموا وماتوا على الكفر. فنحتاج أخواننا أمثال قصص هؤلاء المؤمنين إن الناس يتذاكروهم، وده المثال للثبات والاعتزاز بالدين، وإنه الإنسان ما يكون يا أخواننا ذليل بدينه، تكون فخور بدينك، عزيز بدينك، لا تقبل فيه طعنا ولا مجادلة. طيب دي أخواننا نوع من الفتن، فتنة في الدين، يا تؤمن يا يقتلوك. من الفتن فتن بتلاقي الشباب، وهي فتنة الشهوات، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف، وهي قصة يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. قال ابن تيمية رحمه الله قال والصبر عن المعصية أعظم من الصبر على أقدار الله. قال يوسف عليه السلام لما ألقي في البئر هذا البلاء لا يساوي الفتنة التي وجدها من امرأة العزيز. قال لأن ذاك البلاء ليس له فيه تحكم وخارج عن إرادته، ليس أمامه إلا الصبر. وأما صبره عن المعصية فإنه اجتمعت فيه دواعي المعصية الكثيرة، منها الشباب. عشان كده أخواننا كم من شاب نرجو أن يسمع هذا الكلام، وأن يحافظ على نفسه وعلى أخلاقه. وجاء في الحديث إن الله لا يعجب للشاب ليست له صبوة، يعني ما عنده طشاش الشباب. وجاء في الحديث أيضا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج من المسجد حتى يعود إليه. وفي ناس قلبه معلق بحاجات تانية إذا دخلوا المسجد حتى يرجعوا إليه بالعكس. قال ومنها قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، لأنه الداعي بتاع المعصية قوي، فقال إني أخاف الله رب العالمين، خلاه. عشان كده برضو في قصة الثلاثة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آواهم المبيت إلى الغار وانسدت عليهم الصخرة، فسألوا الله بصالح أعمالهم، من ضمن ما تقرب به أحدهم إلى الله العفة. قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم جميلة، قال وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، قال فأردتها على نفسها فتمنعت مرة عفيفة. وديل راقدين في المجتمع، راقدين، الله تعمل حسابك، شوارع دي خطرة شديد. في شباب دي الشغلة حقتهم، يورطوا البنات ويضيعوا أعراضهم وينكسوا بذلك رؤوس آبائهم. عشان كده خليك نجيط، البيت تديها كلام عديل، بيتك خليه يقولوا متحجر وعمك ده ما من الجيل ده، يا زول الجيل ده ذاته ما متشرف، بيقول له أنا داير العرض ده أحافظ عليه. إذا كان جيل بيوديني إنه أفيك أعراضي وإنه أي زول يخش بيتي، ها دي بتبقى مشكلة والله. قبل أيام لقيت واحد قاضي بتاع استئناف ساكن قريب من هنا في محل بتاع تصليح عربات ورشة،
فبتناقش قال يا أخواننا من مشاكل اتفاقية السيداو إذا تم التوقيع عليها قال فيها مشاكل، من ضمنها إنه البيت إذا حصل 17 أو 18 سنة تاني ما عندك على ولاية. لو مشيت قلت لها بيت جاية من وين؟ بدك ثلاثة تزعاد وانت بدخلوك جوا، افتحوا فيك كم مادة؟ انتهاك لحريات وسؤال بيت حصلت 18، وموضوع طويل. ده واحد. اثنين قال هذه الاتفاقية تبيح للمرأة المتزوجة أن تمارس الزنا إذا كان برضاها. المتزوجة تمشي شنو؟ تمشي تزني، يقول لك برضاها، القانون بيحميها. عشان كده أول بنود أن الجماعة الخدتوا سيداو قالوا أول البنود إنه تلغى جميع القوانين التي تعارض هذه الاتفاقية، وهي اسمها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. شوف الناس المجرمين كيف دارين يخربوا شبابنا وبناتنا وأعراضنا. وين يا أخواننا النخوة والرجال اللي بتقيف قدام ديل؟ ودي كلها بسبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. المهم فأبت عليه، قال حتى أتت عليها سنة، يعني عام فيه مجاعة وحوجة شديدة، قال فطلبت مني المال، قال فأبيت أن أعطيها إلا أن تمكنني من نفسها. ودي أخويا ودي أخلاق يا أخواننا، أخلاق سيئة في مجتمعنا يجب أن تحارب. استغلال لحوجة الناس والأسر، ونحن أخواننا عشنا في المجتمعات دي، جامعات الشباب والجامعات وغيرها، والله ناس ما عندهم ذرة بتاعت أخلاق، ذرة بتاعت أخلاق ما عندهم. يا أخي أنت تستغل لك زول ضعيف عشان تشبع شهوتك؟ قال فلما يعني استعصت عليها الأمور قبلت، ما عندها محل تمشي عليه. قال فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، قال فانفرجت الصخرة. تتقرب لربنا سبحانه وتعالى بشنو؟ بالعفة والبعد عن الحرام. والحرام بقى ساهل في التلفونات، في الشوارع، في الإعلانات، مصائب كثيرة. فيوسف عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى عصم، قال العلماء وقد اجتمع في يوسف عليه السلام أسباب المعصية من الشباب، الشباب فيه القوة، وكان أعزب وما عنده امرأة تكسر شهوته، وكان غريبا، والغريب إذا فعل أمرا منكرا لا يجد من الوحشة ما يجده لو ما فعله بين أهله. وكان يوسف عليه السلام جميلا، وذاته في نفسه كان جميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال ورأيت يوسف وقد أعطي شطر الحسن. نص الحسن الدول الناس، ونص ثاني الدول ليوسف عليه السلام. وجاء في بعض الأحاديث قال أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن وأعطي الناس ثلثي الحسن. يا أخي من حسنه عليه السلام إن المرأة امرأة العزيز، لما النسوة بيجا نتكلم فيها، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، وجابت لين أكل بيقطعوه، وعملت لين متكأ، وده من كيد النساء، متكأ يعني حاجة بيتكوا عليها، والطعام بيكونوا متكين وبيأكلوا، وخدت لين سكين كويس، وقالت أخرج عليهن. ربنا قال فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه، وجاء في بعض التفاسير أنهن حضن من جماله عليه السلام. ربنا قال وقطعن أيديهن، لغاية ما الدم سال ما شعرات ذاته،
لقاك جمال زي ده، جمال عجيب. قبل سنوات هنا في السودان جاء تامر حسني في واحدة فتح، والله بكلمك النصيحة، جابوها في الدار، فتحت واحدة فتحت سودانية دي، كان يمكن يكون يعني جدها فارس من الفرسان، فتحت يعني صدورة وقالت له وقع عليه هنا في وحدات غمرا. والله أخواننا بلاوي بلاوي. قال فقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. وأيضا اجتمع فيه أن امرأة العزيز لها منصب وجمال، ده برضو داعي، وأنها هددته بالسجن، قالت لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن. قالوا وكان يوسف عليه السلام مع جمال الظاهر كان له جمال الباطن، لأنه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. قال العلماء وكان يوسف عليه السلام مع جمال الظاهر كان أيضا موصوفا بجمال الباطن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يعني مع جماله هو شنو؟ هو عفيف. ودي أخواننا فتنة بتورط الإنسان، بل قد تكون سببا لبعض ضعاف النفوس أن يترك دينه، كما ذكر العلماء في تفسير سورة الحجر أن رجلا جمع القرآن، حفظ القرآن، وكان يجاهد النصارى، قال فاطلعت يوما امرأة من النصارى ذكروا من جمالها وحسنها، فقال لها كيف السبيل إليك؟ قالت أن تتنصر، قال فتنصر ودخل معها الحصن، فأشرف على المسلمين يوما من الأيام، فقالوا له يا فلان ما فعل قرآنه؟ قال ذهب كله إلا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا شنو؟ مسلمين. فقد يكون ده سبب إنه الإنسان يترك الدين، فدي فتنة عظيمة. ويسأل الإنسان ربه أن يثبته ويستعيذ بالله من شر هذه الفتن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. طيب، كذلك أخواننا من قصص الثبات وهي كثيرة، قصة مؤمن آل ياسين لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل الثلاثة، أرسل اثنين فكذبوهما فأيد بثالث فأيضا كذبوهم وهموا بهم، ربنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قالوا بيته كان آخر الحصن، آخر باب من أبواب المدينة، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ما قال ما تقتلوهم أو ما تأذوهم، بل ذهب إلى أعلى من ذلك، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال العلماء وهذا فيه فائدة، أن الناصح لا يطلب دنيا بعمله ولا بدعوته. زول مما تلقى يقول لهم يا أخواننا، طبعا أنا جيتكم من بعيد وأنا ببيع لي حجبات الواحد بمية، لكن أنتوا عشان بتصلوا كثير على النبي صلى الله عليه وسلم خليته لكم بعشرين جنيه وخدتوها هنا، ده عرفوا كذاب، غير الشركة الدار يبيعوا ده كذاب، ما داير آخرة. قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني هم ما بيأمروكم بحاجة ويخالفوها، هم ذاتهم شنو؟ بيعملوا بالشيء اللي بيأمروكم به. وما لي لا أعبد الذي فطرني، ربنا خلقني ليه ما أعبده؟ وإليه ترجعون. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليه نعبد الله؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا شركاء وأنتم تعلمون أنه ليس له شريك.
أو أنه لا يفعل هذه الأشياء غيره أو لا يستحق العبادة أحد مع الله. عشان كده قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قام ده اسمه أسلوب يعني حول الخطاب من خطاب له لنفسه الالتفات. وما لي لا أعبد الذي فطرني وخلقني ذاته، ليه ما أعبده؟ قال وإليه ترجعون. وبعد ده نحن حنلاقي ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، تحتلاقي الله في يوم آخر. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لو أنا وقعت في مصيبة ما بيعملوا لي حاجة، ما بينقذوني. شاكد ربنا عز وجل يا أخواننا كفر النصارى، الناس مارقين معاه كثير من الشباب المسكين، يسأل الله يهدينا ويهديهم أجمعين. بيقولوا إنه عيسى صلبه امبارح ولا قبل 5 يوم وهو ربهم. طيب ربنا قال أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، ما بينقذوني، ما قدر ينقذ نفسه الإله ده. ابن القيم قال لهم أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ده التراجي يجيك في الحارة. وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه. لما انكتله كان راضي عنهم؟ لو قلت راضي عنهم الله اداهم كتلوا وبعد رضى عنهم. وهل سخط الذي نالوه منه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه. وهل خلت الطباق السبع منه، وهل خلت العوالم من إله سميع يستجيب لمن دعاه. وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرتهم وقد سمعوا بكاه. وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه. ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه قبر بطن قد حواه. أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه. وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاغرا للثغر فاه. ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله. تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. شكد ربنا عز وجل قال إن الذين كفروا ينادون يعني يوم القيامة لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ربنا بدخلهم النار فيكره نفسهم ويمقت نفسهم. ربنا بقول لهم مقت الله لكم في الدنيا وأنتم تكفرون، والرسل والدعاة يدعونكم إلى توحيده وأنتم تقابلون ذلك بالمخالفة والمعاداة والمضادة. مقت الله لكم في تلك الحال أعظم من مقتكم لأنفسكم وأنتم في النار. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. في طريق نمرق من النار. ربنا قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. شكذا يا أخواننا أولى ما يعتني به الإنسان العقيدة والتوحيد والإيمان. إذا صحت حوسب على بقية أعماله، وإذا فسدت صارت أعماله هباء منثورة. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. شوف المؤمنين بيقولوها في الدنيا، والمورطين
والمشركين بيقولوها في الآخرة. ربنا عز وجل قال فكبكبوا فيها هم والغاول، يعني دهوروا وألقوا في النار، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يعني في النار يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية. عشان كده أخواننا الزول يا أخواننا ما يعادي الدين ويمتن إيمانه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم لما قال هذه المقالة قتلوه وأدخله الله الجنة وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال العلماء فدعا قومه حيا وميتا ناصح. طيب نختم بأسباب الثبات. السبب الأول دعاء الله سبحانه وتعالى وصدق اللجوء إلى الله والاستغاثة به سبحانه وتعالى. داير ربنا يثبتك تسأل الله الثبات، لأنه دي نعمة ما بيكسبك. في ناس أزكى مننا كتار صنعوا صاروخ، صنعوا نووي، صنعوا طيارات، صنعوا ما صنعوا، وبعد ده ما مسلمين. فتسأل ربك سبحانه وتعالى الثبات، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. اهدنا الصراط المستقيم. أنا في الصلاة تاني اهدنا معناه شنو؟ معناه ثبتنا على هذا الصراط حتى نلقى. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني كان ربنا عذب عذابين في الدنيا وعذابين في الآخرة، خلاص. فربنا ثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، وده من توفيق الله سبحانه وتعالى. كذلك يوسف عليه السلام أثبت إنه سأل الله مع إنه نبي، قال ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا الله لو ما أنت ثبتني ولو ما صرفت عني هذه الفاحشة أصب وأزيغ وأقع في الحرام. قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين. فتسأل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يستعيذ بالله من الزيغ فيقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكون. الحور يعني الرجوع، أو الحور بعد الكون، كلها صحيحة. فتسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. نمرة اثنين من أسباب الثبات يا أخواننا الإيمان الصحيح. إيمان صحيح، عقيدة في الله. الزول اللي بتلقى عقيدته مجهجه ما بيقدر يثبت. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فمن أسباب الثبات إن يا أخواننا زول تكون عقيدته معلقة في الله. لما جاء فرعون قال جاء بأكثر من 100,000 من الفرسان، وموسى عليه السلام قدام البحر وحاصروه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما قال معي عصايتي، ما تخافوا يا ناس أنا معي العصاية، والله يطق البحر ده يتشقى اثنين. ولا كان يعلم في تلك اللحظة أن هذه العصا ستكون سببا لنجاته. يجيك واحد سوداني يقول لك
والله أنا جيت من الحجاز بفير بشنو بفروة مش جيت قاطع البحر الأحمر كويس يا زول. موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، عشان كده ربنا قال يثبت الله الذين منه آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. من أسباب الزيغ والضلال الشرك بالله سبحانه وتعالى. المؤمن ربنا بثبته لما روحه تجي تمرك إنه يقول لا إله إلا الله، وقد صح في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي القبر يثبته الله بأن يجيب على أسئلة القبر الثلاثة. وفي الآخرة إذا خرج من قبره استقبلته الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أسباب الثبات يا أخواننا الصبر على الدين، تصبر على البلاء. شوف المؤمنين ديل كيف، وما تستعجل يشقون بالمنشار. عشان كده الصحابة لما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون من العذاب قال لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فتجعل له حفرة فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيجعل فرقتين فما يصده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. ربنا قال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أسباب الثبات يا أخواننا عدم الاغترار بالدنيا. فضل كم للصلاة؟ 3 دقائق. قصة كعب بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم هجروا 50 سنة في صورة 50 يوم في صورة التوبة. لما سمع الملك بتاع غسان قام قال له بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في دار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال فعلمت أنها من البلاء فتيممت بها التنور فسعرته بها جدعت طوالي في النار. الدنيا بتورط ناس، وفي ناس كتار تورطوا. واحد من الشعراء ما استحضر اسمه الآن، اسمه منه، جاء راكب ناقته ودار يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أغروه بقروش رجع، الناقة رمته مات بقروش. ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف. ابن عباس قال الواحد يخش الدين قروش وكترا ومرته جابت ولد والنوق بتاعته ولدا بيقول هذا دين حسن، مرته تجيب بنية وطاته تصبح فاضية يقول هذا دين شنو؟ دين سوء. والدجال يوم من علامات الساعة بيجي للناس يؤمنوا به تعبانين ومقشطين، قال فيأمر السماء تمطر والأرض بتمرك كنوزة، ده من الفتنة لا عنده جهاز ذهب ولا بتتهردم به حفرة بس طوالي بيقول للذهب ده أمرك. قال فيتبعه كيعاسيب النحل، انت ما شفت لك نحل مجموعة كده ماشي، الذهب ده يمرق من الواطة بالطريقة دي فتنة. قالوا بيجي على الناس الماء آمنوا به، قال يقوم يسوق معه والبركة بتاعت الأرض فتنة، يخليهم ماحلين ما في أي شيء. ولذلك أخواننا الإنسان ما يغتر بالدنيا ولا ينخدع بها. كذلك البعد عن الشبهات. في كثير من الشباب يقول لك يا أخي أنا دار أشوف هل حاصل شنو كذا، نسمع بجاي هذه شبهة شيطانية. ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. عمر بن عبد العزيز استدل بالآية دي على إنه الزول اللي بيقعد مع الناس اللي بيشربوا الخمر وذاته يجلدوا. كذلك آخر سبب نختم به العلم. العلم يا أخواننا العلم سبب لأنه الإنسان يثبت. أنا لما نعرف زول أنا عارف إنه مثلا ده شارع العربي بعلم ومشيت قبل كده ووصلته جوني 600 نفر قالوا لي لا شارع العربي كده بتشتغل بهم؟ ما بتشتغل بهم لأنه أنت على علم. ولذلك أخواننا من أسباب الثبات العلم، هناك أسباب كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثبات على الدين وأن يهدي ضال المسلمين. ونشكر لكم حسن الاستماع والاستقبال، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.